أبدى عدد من المهتمين بشأن الخليجي تطلعاتهم نحو القمة الخليجية المرتقبة التي ستنطلق غدا في مملكة البحرين. نعم سارة، فقد أعرب المهتمون عن تطلعاتهم لتنفيذ العديد من القضايا العالقة والتي من شأنها تطوير العمل الخليجي وتحقيق طموحات الشعوب. هذه قمة استثنائية ويجب أن تؤخذ قرارات مهمة، خاصة تلك القرارات الأمنية لحماية دول المنطقة من الانجرار في مثل هذه المستنقعات. هو أهم شيء ما بيميز القمة الخليجية القادمة هي متطلبات الشعوب أكثر من هي بعد من متطلبات قادة. يعني اندفاع الشعوب حقته ومن نتائج هذا المؤتمر، المتطلبات الشعبية أكبر بكبير صايرة، وهم عندهم يعني اندفاعية كبيرة للاتحاد. يعني المبادرات كلها صايرة مطالبات شعبية للاتحاد. بالنسبة للقمة الخليجية اللي راح تعقد في البحرين، أنا أتوقع أن يكون فيها نتائج تدفع في لمزيد من التقارب، مزيد من تغريب وجهات النظر لتحقيق الاتحاد، لأن الأخطار اللي قاعدة تمر فيها المنطقة والتهديد لدول مجلس التعاون تحديدا، أنا أرى وأنا أتوقع أن راح تأثر على القرار أو التوصيات اللي راح يطلع فيها القمة الخليجية بإذن الله تعالى. أنا أتوقع أن تكون القمة الخليجية القادمة في المنامة قمة ناجحة، وأتمنى بل أستطيع أن أجزم أنها قد تكون خطوة متقدمة في اتجاه الوحدة الخليجية. والمتوقع من هذه القمة أن تناقش بجدية قضايا الأمة العربية وقضايا دول الخليج بشكل خاص، وأن تضع برنامجا واضحا ينهض بهذه الدول كما نطمح جميعا نحو الوحدة التي لابد أن توضع لها الأسس الكفيلة بإنجازها وبما يحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي ويوطد الوحدة في إطار هذه الدول، وبما يساعد على اندماج هذه الشعوب وفي محيطها وفي مسار وفي إطارها ونطاقها الطبيعي. أحداث الآن المحيطة بنا الإقليمية والدولية كلها تنذر بالخطر، وكلها موجهة سهامها ضد دول مجلس التعاون الخليجي، وهم تحاول أن تنفرد بكل واحدة على حدة. اليوم ما أصبح لنا من سلاح بعد الله عز وجل إلا أن نتوحد. القرار قرار سياسي، لكن أيضا إحنا كشعب خليجي في دول مجلس التعاون كلنا نأمل الاتحاد اليوم قبل بكرة. أنا أتوقع في القمة الخليجية القادمة في مملكة البحرين سيكون هناك بالفعل حوار جاد عن موضوع الاتحاد، وأنا أعتقد أنه الكل يريد هذا الاتحاد، لكن قد تختلف التوقيتات. يعني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قال أنه إحنا معه في دراسة شوي يعد للموضوع، جلالة الملك حمد يريد الوحدة، السعودية تريد الوحدة، أعتقد يعني الآخرين المواقف ليست متباعدة كثيرا. نحن هنا كتوجهات شعبية ندعم القرار باتجاه الوحدة، وبالتالي أنا على يقين أن القمة سوف تدرس كل هالأوضاع التي جرت وتجري حوالينا، وستتخذ خطوات تستجيب مع مصالح شعوب هذه المنطقة.